بعد اجتماع تربوي خصصه لدرس مواعيد الامتحانات الرسمية، قرر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال إصدار المذكرة التفصيلية بالمواعيد الجديدة للامتحانات الأربعاء. كما تقرر بدء الامتحانات المدرسية النهائية في 25 وحتى 30 حزيران، ضمنا على أن تبدأ الامتحانات الرسمية المهنية الخطية اعتبارا من أول تموز. وزير التربية كان عقد اجتماعا مع أساتذة التعليم الرسمي والخاص، ظهر فيه تباين بشأن تحديد مواعيد الامتحانات. اتفقوا على الإضراب وحله واختلفوا على مواعيد الامتحانات الرسمية. فبعد اجتماعهم بوزير التربية حسن دياب، خرج الأساتذة في التعليم الرسمي والخاص بأجندتين مختلفتين، فطرح كل من الطرفين على الوزير المواعيد التي يراها مناسبة للامتحانات. البروفي ضروري جدا أن تجرى امتحاناتهم في مرحلة قريبة، يعني بحدود 20-21-22 حزيران تخلص امتحاناتهم، بتبدأ ب 27-28 امتحانات الصفوف النهائية، وبالتالي منكون كل أيام الإضراب تعوضت إن كان بالتعليم الخاص أو بالرسمي، وبنفس الوقت منكون حريصين على التربية. مصلحة التلاميذ أنه يكون ياخذوا وقتهم في التحضير كما كان يحصل سابقا، يعني الفترة اللي كانوا ياخدوها للروتريت وبدون إضراب هي ذاتها يعتمدوها فيما يتعلق هالسنة. هذا اللي نحن وسقطنا التواريخ على هالأساس. أوكي، هذا هوني صار في نوع من تباين. نحن طلبنا مثلا تبدأ البروفي ب 2 تموز. 2 تموز ايه، ويبدأ تبدأ البكالوريا ب 8. البكالوريا الاس في ب 8 تموز، هذا اذا كان بشكل طبيعي وفق الالتزام. وفيما ترك الخيار والقرار لوزير التربيه بتعيين موعد البدء بالامتحانات، اكد الاساتذه حرصهم على التعويض للطلاب عن ايام الاضراب من خلال اختصار ايام العطل.